مشاهدينا الكرام، ساهم التعاون المثمر بين معهد قطر لبحوث الطب الحيوي ومعهد قطر لبحوث الحوسبة التابعين لجامعة حمد بن خليفة وبين مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تعزيز الجهود الوطنية المبذولة للوقاية من مرض السكري. طبعا سينتج عن هذا التعاون مشاهدينا الكرام إمكانية اختبار أداة لفحص مخاطر الإصابة بمقدمات السكري والتحقق من فعاليتها في تقييم درجة مخاطر الإصابة بمقدمات داء السكري بدولة قطر في مراكز الرعاية الصحية الأولية. والحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الدكتور عبدالإله رضواني، عالم في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي. دكتور أهلا وسهلا فيكم معنا ببرنامج حياتنا. أهلا وسهلا ومتشكرين على هذه الاستضافة. أتمنى أن يكون الحوار مفيدا للمجاهدين الأعزاء بإذن الله. الله يعطيك العافية دكتور. خلنا نتكلم عن التعاون أو قبل التعاون خلنا نتكلم عن مرض السكري. هل هو منتشر كثير في الفترة الأخيرة في دولتنا الحبيبة قطر؟ للأسف دولة قطر ودول الخليج، يعني دول مجلس التعاون، نسبة السكري فيها من بين الأعلى في العالم. الأعلى في العالم، وأكيد هذا عدم ثقافة الناس. لا هو مش ضروري عدم ثقافة الناس، يعني هذا عامل من العوامل، بس هو يعني كل الدراسات تثبت أنها ناتجة عن التحول الذي حصل في 30 سنة ولا 40 سنة الماضية من البيئة اللي الشعب القطري والشعب الخليجي كان عايش فيها إلى نمط العيش الغربي. استهلاك الأكل الذي كثير السعرات الحرارية. صحيح. وقلة الحركة، ممكن الجو كمان لا. صحيح. يساهم في الحركة. فيعني دراسات أثبتت. نعم. هذا 100% إنه هذه النسبة الكبيرة ناتجة عن هذا. نعم. التغيير في يعني البيئة ونمط العيش. نعم يعني دكتور احنا راح نتكلم أكثر معك عن التعاون وعن هذا المرض، ولكن نطلع وياكم مشاهدينا الكرام هذا الفاصل وبعدها نواصل برنامج حياتنا. مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا، ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل ونكمل حوارنا مع الدكتور عبدالإله رضواني، عالم في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي. دكتور يمكن احنا تحدثنا او عرفنا يمكن المشاهدين عن المرض اللي تعايشنا معه بشكل يومي، موجود تقريبا في كثير من العوائل، في كثير تقريبا النسبه في قطر ما بين 17 و20% من البالغين عندهم مرض السكري. طيب. وهناك نسبة كبيرة عندهم ما قبل السكري. ما قبل السكر. نتكلم عليه. نعم يعني تقريبا هم جاهزين لمرض السكر، لكن احنا اكيد ندخل في موضوع التوعية، لكن اكيد يهمنا عن التعاون القائم بينكم وبين معهد قطر لبحوث الطب الحيوي ومعهد قطر لبحوث الحوسبة وايضا مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. كما لا يخفى عليكم احنا مؤسسة قطر للبحوث الطبية ومؤسسة قطر لعلوم الحوسبة هذه مؤسسات وطنية مهمتها الأولى هو البحث. وهدفها الأسمى هو تجويد الحياة في حياة المواطن في قطر. عندنا مراكز في كل مؤسسة فيها مراكز مختلفة، ومن بين المراكز في معهدي أنا معهد مؤسسة قطر للبحوث الطبية هناك مركز للسكري لوحده، يعني فيه سرطان في أمراض عصبية. مراكز مجهزة بأجهزة من الطراز الرفيع، جهة عالمية فيه علماء مختصين وملتزمين بالبحث، يعني تقريبا 100% من الوقت هذا شغلهم. نعم. ولكن كما تعرفون في ميدان البحوث الطبية مهما عملت من تجارب على الفئران وعلى الخلايا هناك وقت يجب أن تمر إلى الإنسان. صحيح. يعني تشتغل على عينات دم، لعاب، بول، أنسجة، ممكن خلايا، أو على الإنسان نفسه. نعم. وهنا يدخل الدور المهم لمؤسسة الرعاية الأولية، لأن هما عندهم وظيفتهم كأطباء تمكنهم من الوصول إلى المرضى. نعم. هم يعني يتصلون بمئات المرضى يوميا. صحيح. فهذا جنبا إلى جنب، علماء من جهة وأجهزة متطورة مع أطباء من جهة ثانية
لا يمكن إلا أن تأتي بنتائج في اعتقادي أنا، وهذا اللي حاصل في العالم كله. يعني دائما هذه الشراكات بين العلماء وبين الأطباء تأتي بنتائج جيدة. نعم، يعني احنا ودنا نتكلم وياك دكتور عن هذا التعاون وأهميته في أن تكون في جهود وطنية مبذولة أكيد من الجميع، ولكن من خلال هذا التعاون شنو ممكن يكون الجهد للوقاية من مرض السكري؟ شوف، نحن في مؤسستنا عندنا مركز، عندنا علماء يشتغلون على فهم المرض، لأن هذا مرض السكري مرض معقد شوي، فيه عوامل وراثية وعوامل بيئية، فيه علماء يبحثون على مؤشرات تنبؤية، نحاول أن نعرف إذا كان فلان يكون عنده سكري في المستقبل، لأن هذا ولا مؤشرات تشخيصية تمكننا من التشخيص المبكر، لأن التشخيص المبكر في أي مرض يسهل العلاج. صحيح. فعندنا ناس يبحثون على المؤثرات الجينية الوراثية. ومن جهة ثانية هناك أطباء، يعني الأطباء هم عندهم خبرة في المرض. أنا عالم في السكري بس لست طبيبا. صحيح. يعني أن هو الطبيب يعرف أكثر، يعرف على الشخص أكثر من بس يعني السكري، يعني عنده أشياء ثانية هو مطلع عليها إحنا لا نطلع عليها. وهما يعني مؤسسة الرعاية الصحية يلعبون دورا كبيرا في الاستراتيجية الوطنية للوقاية من 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 السكري. عندهم كما قلت يعني يصلون إلى المرضى بسرعة، وهذا يمكنهم من استقطاب أشخاص كثيرين في الأبحاث. فنحن من جهتنا نحاول أن نجد مؤشرات سواء للتشخيص أو للتنبؤ، وهما من جهتهم يحاولون أن يجودوا العلاج ويأخذوا هذه المؤشرات مثلا إذا تأكدت صحتها يستعملوها وهكذا. يعني هذا التعاون. نعم. يعني هذه الطريقة الوحيدة. نعم. للوقاية من الدكتور. يعني ذكرت في بداية الحلقة أن في خلال 30 عام الماضية وتغيير نمط الحياة والعادات خلنا نقول الغذائية اللي غير صحية سببت ارتفاع هذه النسب من مرضى السكري، وأيضا مؤشرات حياة ثانية مثل الطبيعة اللي موجودين فيها، الأجواء اللي احنا عايشين فيها إلى آخر. اليوم أنتم في مركزكم أيضا فيها يعني مثل ما تفضلت عندكم الأجهزة المتطورة، وأيضا تعاونكم مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مع الدكاترة، تقدرون تقرون في المستقبل القريب ماذا سيحصل للشخص هذا غيره. لكن أيضا هل لكم تعاون خارجي مع تطور الطب السريع، جامعات عالمية، مستشفيات عالمية، نوجدوا علاجات لهذه الأمراض نقدر تأخذون منها من تجربة وتطبقونها في قطر ويمكن يكون لها نتيجة إيجابية؟ العلاجات اللي موجودة في العالم هي اللي موجودة في قطر، ما في أي علاجات جديدة. يعني أنا هنا أتكلم على السكري من النوع الثاني. السكري من النوع الأول أنا أتكلم عن السكري من النوع الثاني الذي هو تقريبا 90% من حالات السكري هو سكري من النوع الثاني. فالعلاجات اللي موجودة في العالم هي اللي موجودة عندنا. طبعا ممكن أبحاث هناك متطورة، لأن يعني تعرف الجامعات العالمية مرموقة ممكن هم يكون، بس نحن نحاول أن نلتحق بهم. نعم، وانتم يعني جهودكم مشكورة وأكيد دائما تقدمون الأفضل. احنا ودنا نتكلم عن الآلية المعتمدة على أساس أن انتم تكتشفون مقدمات السكري. بداية لو سمحت أريد أن أشرح ما هو بداية السكري، لأن كثير من الناس لا يفهمون ما هو بداية السكري وما هي خطورة هذا مقدمات السكري بنسميها ولا ما قبل السكري. ولنفهم ذلك لازم ما هو السكري. السكري هو يعني ببساطة تستيقظ في الصباح تأخذ عينة من الدم تقيس السكر فيها بيكون 126 أكثر من 126 ميلي جرام في 100 مليليتر، هذا عندك سكري. أكثر من 101.26 جرام في 100 مليليتر من الدم. هذا الجهاز اللي في البيت ممكن أي واحد يستعمله. صحيح. ولا تروح للطبيب. صحيح. مستوى السكر الطبيعي هو من 80 ل 100، 0.8 لجرام واحد. بين هذو الاثنين 1 جرام و 126 1.62، إذا مثلا أنت عندك 1.15
أنت عندك ما يسمى بمقدمات السكري. خطورة هذه المقدمات السكري كل سنة من 5-10% من الذين عندهم مقدمات السكري ينتقلون إلى السكري الصريح، يعني يصبحون مرضى سكري رسميا 5-10 في سنة. في خلال 6 سنوات إذا أخذنا مثلا 100 شخص عندهم ما قبل السكري وتابعناهم 6 سنوات 65% منهم هيكون في سكري فهذه الخطورة. كذلك ما قبل السكري مثل السكري يؤثر على الأعضاء الجانبية، يؤثر على القلب، يؤثر على الكلى، يؤثر على الشريان، فيعني خطير جدا. لحسن الحظ دراسات أثبتت الآن إنه إذا أخذنا أشخاص عندهم ما قبل السكري ووضعناهم في برنامج تغيير نمط العيش، رياضة، حمية متوازنة، إذا عندهم سمنة لازم ينقصوا في الوزن، تقريبا 60% منهم ما قبل السكري ينعكس، يصير يعني طبيعي. يعني ممكن الواحد اللي عنده ما قبل السكري يصير إنسان طبيعي بس بالرياضة بدون أدوية. نعم. ممكن في بعض الأحيان أدوية مع بس بدون أدوية تقريبا 58-60%. وهذه الدراسات اللي عملت في أمريكا، في فنلندا، في أوروبا، في دول أخرى، في الصين، في الهند، كلها أثبتت أن ممكن نعكس ما قبل السكري. يعني احنا لهذا لهذا في الكشف المبكر على السكري مهم. ما قبل السكري وحتى السكري الكشف المبكر مهم جدا، لأن إذا اكتشفناه في مبكرا يعني فالعلاج بيكون أسرع، فكلما تأخرنا العلاج بيكون ممكن ما يكونش علاج أصلا إذا كان سكري، بس ممكن يكون يعني صعب شوية. ممكن دكتور مثل ما تفضلت قبل شوي إن إحنا لابد إن إحنا نعيشهم في نمط معين حتى إن إحنا ما نوصل إلى مرحلة ما قبل السكري أو السكري نفسه، لكن الوعي والثقافة عند الناس حتى لو أنهم قرأوا كثير وشافوا إرشادات كثيرة وشافوا بعض التجارب اللي حولهم يقول لك يعني اليوم أنا في قطر أو في منطقة الخليج، منطقة جدا حارة في أكثر معظم أيام السنة، فموضوع الرياضة صعب بالنسبة لي إلى آخره. وأيضا الآن يقول لك الطب متطور، يعني كثير من الناس يقول لك ما دام موضوع السمنة قاعد يأثر علي أقدر أسوي العمليات الجراحية مثل عمليات التكميم أو غيره، فبالتالي بينزل الوزن عندي وخطورة السكري أو ما قبل السكري بتنعدم عندي نهائيا. شوف حتى هذه عمليات الوزن، هذه البارياتريك سيرجري، هذه مش أي واحد يعني فيها خطورة، هذه عملية كبيرة جدا يعني فيها خطورة. يعني طبعا صحيح هي أثبتت نجاعتها في هذا الميدان بس مش لكل الناس، يعني أن فيها خطورة يعني. بس إذا أنت بالرياضة والحمية متوازنة ليش تروح للجراحة اللي ممكن تموت فيها ولا تصير عندك يعني مضاعفات كبيرة. نعم. يعني هذه الجراحة، جراحة تكميم المعدة، هذه لأناس اللي عندهم سمنة مفرطة وعندهم أمراض ثانية معها، مش لواحد عادي يعني. نعم. على فكرة نحن الآن عندنا دراسة في ناس كثيرين بيعتقدوا إن السكري وما قبل السكري بس في الناس اللي عندهم زيادة في الوزن. نعم. ما عندنا دراسة تثبت إنه حتى الناس اللي عاديين يعني كتلة الجسم بتاعهم عادية أقل من 25 في نسبة منهم عندهم ما قبل السكري. صحيح. نعم. يعني ما في حد يعني. نعم. يعني دكتور احنا تكلمنا عن الآلية المعتمدة، ولكن بدنا نتكلم أكثر عن اختبار أداة لفحص مخاطر ما قبل السكري. وفي سؤال ثاني، يعني متى الشخص المصاب بمرض السكري يبدأ يأخذ إبر الأنسولين؟ لا، الإبر الأنسولين بالنسبة للمريض بالسكري من النوع الثاني ممكن بيكون متأخر شوي لما بعد سنين من المرض، فبيصير البنكرياس بتاعه يعني البنكرياس خلاص ما يشتغل مش قادر يعني يعطيك انسولين. ففي هذه الحاله يعني في اغلب الاحيان الذين يستعملون الابر اللي عندهم سكري من النوع الثاني هم يكونوا ناس يعني صار لهم فتره طويله 70 سنه. نعم. يعني الشباب لا ما بيحتاجوا يعني بس شويه ادويه وشويه رياضه بيمشي الحال. وبالنسبه لاختبار الاداء للفحص، بالنسبه لاختبار اداء الفحص عندنا وقت ولا ما عندنا؟ عندنا وقت. تفضل. الاختبار اللي
اليوم معتمد هو اختبار الدم. ماشي؟ تاخذ دم تروح على الطبيب ياخذ لك دم ولا في البيت، بس لازم الطبيب عشان يبعثه للمختبرات معتمدة. فبس انت في دولة فيها 20% من الناس عندهم سكر. يعني هذا الاختبار لا يمكن اعتماده روتينيا. نحن بحاجة الى أداة ممكن تستعمل روتينيا. يعني ممكن تمشي 1000 في اليوم مثلا. ففكرنا هل يمكن ان نستعمل بس المؤشرات الانتروبومترية، يعني الشخصية، السن والجنس والتعليم الى اخره، والديموغرافيا، لا سوري، الديموغرافيا هو السن والجنس الى اخره، والانتروبومترية هي كتلة الجسم والضغط الدم. هذه ما بتحتاج يعني اي جراحه، ما بتحتاج حتى ما في شيء. نعم، هذه بتكون عندك في 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 السيستم عندهم في المستشفى موجود. صحيح. فرحنا لبنك الحيوي قطر بايو بنك، اخذنا 6000 عينه. يعني 6000 شخص اخذنا معلوماتهم، 6000 قطري و1300 تقريبا عربي مش قطري. نعم، عشان نشوف اذا كان في فرق. يعني دمجنا كل شيء واشتغلنا متفرقين. أخذنا هذه، ابتدأنا ب 13 مؤشر دخلناهم في يعني في خوارزمية نشوف ما هي المؤشرات التي تؤثر بقوة في فانتهينا إلى 6: السن والكتلة والجنس والضغط، ضغط الأعلى والأدنى والخصر. بهذه المؤشرات الستة تقدر تعرف. نطلع نحن طلعنا خوارزمية بتعطيك رقم، نسبة رقم. هذا الرقم نسبة الخطورة من 0 إلى 45، وإحنا قسمناه لثلاثة مستويات، من 0 إلى 16 احتمال إن عندك ما قبل السكري ضعيف. يعني انت في متوسط من 16 ل 27، ومن 27 فما فوق الاحتمال ان اليوم عندك سكري عالي جدا، ما قبل السكري عالي جدا. اذا شو الفكره انه هذا البرنامج لما انت تروح على مستشفى الرعايه الاوليه، في غرفه اسمها غرفه الفرز. صحيح. ماذا يفعلون؟ ياخذون الضغط صحيح. والوزن والطول، وممكن ياخذوا الخصر. هذه يعني ممكن يعملوها بدون اي مشكل. صحيح. وبيدخلوها في السيستم عندهم. برنامجنا ممكن يقول لهم هذا عنده مثلا احتمال انه عنده سكري عالي. فقبل ما تدخل الطبيب هو بيطلع عنده انه هذا الشخص ممكن يكون عنده احتمال انه داء السكري، احتمال ما قبل السكري عالي عند هذا الشخص، فيحولك الى اخذ العينه للتاكيد. نعم. فاذا تاكد انه عندك ما قبل السكري يحولك لحمد للمستشفى الاختصاص. فهذا نعم. يعني نعم. في هذه الحاله هذه اداه اذا تاكدت التعاون. على فكره سوري يعني ممكن الوقت التعاون. نعم. اليوم احنا عملنا اخذنا عينات من البنك. نعم. بس التعاون هو للتاكيد في المستشفى. صحيح. أكيد. صحيح. أكيد. دكتور، اكيد ان احنا لابد ان احنا ننتبه لهذه الامور. والمشاهدين الكرام، لا يسعنا الا نشكر الدكتور عبدالله رضواني، عالم في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي. شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المقابله الثريه. الله يعطيك العافيه دكتور، وياكم مشاهدينا الكرام.